أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحافة بريس، وفي عناوينها لهذا اليوم: في USA Today قد تكون محاكمة ترامب انتهت لكن ليس تأثيراتها. في الغارديان تصاعد التوتر في إدلب مع استمرار القصف الذي أرغم 500,000 شخص على الفرار. في نيوز ويك روسيا تقول إنها سترد على التحركات الأمريكية الضخمة على حدودها. من أخبار الصحافة أيضا تتابعون معنا: الديلي ميل اكتشاف فجوة أمنية في تطبيق واتساب، تعرض ملفات على الكمبيوتر للخطر. نبدأ جولتنا من خبر تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية مساءلته أمام الكونغرس كما كان متوقعا، وهو ما تناولته صحف مثل USA Today الأمريكية. فقالت الصحيفة: لقد برأ الكونغرس الرئيس من تهمتين، هما استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس، وهو نصر سيتيح له إنهاء ولايته الأولى وإذن يعزز حملته للانتخابات التي قد تمنحه ولاية لأربع سنوات جديدة. لكن الصحيفة تقول إن المساءلة التي انتهت بنصر مبين قد تكون لها تبعاتها المستمرة بالنسبة لترامب وآخرين. فتقول: بالنسبة لترامب، سوف يستغل هذا الانتصار في شحن مؤيديه خلال حملته الانتخابية، ورغم ذلك سيظل ترامب يحمل لطخة المساءلة معه. الديمقراطيون هنا سيحاولون استغلال ذلك في الانتخابات المقبلة لصالحهم. لكن الصحيفة تقول أيضا أن نتيجة المساءلة التي صبت في صالح ترامب ستكون لها تداعياتها السلبية على الديمقراطيين، كما يرى بعض المعلقين المحافظين الذين تنقل عنهم الصحيفة قولهم: لقد أخفق الديمقراطيون في الوفاء بوعدهم في عزل الرئيس، وها هم في موقف لم يكونوا يريدون أن يكونوا فيه. لعل جو بايدن أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي ليكون منافسا محتملا للرئيس ترامب في الانتخابات المقبلة هو أكثر من أحس بوطأة مجريات هذه المساءلة، مع النتائج المخيبة للأمال التي حققها في انتخابات الحزب التمهيدية في ولاية أيوا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من بيروت الكاتب الصحفي السيد سعد كيوان. سيد سعد، صباح الخير وأهلا بك على شاشة سكاي نيوز عربية وفي برنامج صحافة بريس. بداية، بالأمس برأ الكونغرس التهم الموجهة لترامب، كيف سيستغل ترامب هذه التبرئة؟ يعني أولا هذا يعني نتيجة كانت متوقعة الحقيقة، لأن ليس هناك من أكثرية كان في الكونغرس للديمقراطيين كي يحصلوا على يعني بوابة التوجه نحو البروسيدور تبع الامبيتشمنت. وبالتالي هذا، رغم ذلك، هو بتقديري هو عمليا نصر حققه ترامب، لأنه مهد الطريق أمامه أولا ليستعيد يعني زخم وسياسته التي يعني على المستوى الداخلي هي حققت كثير من الإنجازات، وأيضا على المستوى الخارجي والدولي. أولا لأنه يعني عمليا بتقديري أعاد مهد الطريق لترامب، ليس فقط لكي ينهي هذا يعني هذه الولاية الأولى بـ 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 بإيجابية، وإنما أيضا مهد بتقديري بشكل كبير إلى احتمال أن يجدد دورة أخرى،
خاصة وأن مؤشرات يعني انتخابات كما أسلفت يعني أول يعني ولاية بين في الديمقراطيين لم تكن يعني فعلا لكن يعني مشجعة بالنسبة للمنافس الأول. نعم وهو سيد سعد، لكن بايدن. مجرد المساءلة يعني مساءلة رئيس الولايات المتحدة اعتبرها البعض أنها لطخة قد تؤثر على مستقبله السياسي، كيف سيستغل الديمقراطيون هذه اللطخة؟ يعني اللطخة تعتقد يعني في السياسة الأمريكية وفي عقل يعني المواطن الأمريكيين يعني هذا الأمر يعني شبه يعني حصل يعني في مرات سابقة ولم يؤثر يعني فعلا على يعني حصل مثلا مع بيل كلينتون، حصل مع يعني ولكن في حال عدم ذهابه إلى النهاية، عندما يحصل impeachment يصل إلى النهاية هناك تكون لها مضاعفات مختلفة، وإنما بتقديري ما حققه ترامب على المستوى الداخلي وخاصة على المستوى الاقتصادي يعني هناك 0% بطالة، أعتقد أن هذا هو أهم ما يمكن أن يواجه به ترامب يعني الديمقراطيين على المستوى الداخلي يعني من محاولة يعني إقناع الناخب الأمريكي بما حققه ترامب، وأيضا على المستوى الدولي يعني الدولي أيضا يحقق انتصارات عمليا، هو يعني أكدت هذا الفشل في الكونغرس أكد أن أعطى ورقة أخرى يعني ورقة خضراء ورقة مرور لترامب كي يستمر في سياسة الدولية سواء في الشرق الأوسط أو حتى في يعني التعاطي مع أوروبا ومع الولايات المتحدة والصين، وبالتالي يعني فرض شروطه يعني على المستوى الدولي سواء بمفاوضات تجارية مع أوروبا ومع الصين أو حتى على المستوى الشرق الأوسط وبشكل خاص في الشرق الأوسط يعني وكأنه بلدوزر يعني صعب توقيفه وخاصة في المواجهة مع إيران. نعم سيد. يعني هذا أيضا عزز أوراقه. نعم. وبالتالي أصبحت كل هذه الأمور. نعم. هي مواضيع يعني جيدة. نعم اسمح لي سيد سعد يعني أبقى معي، سنخوض في موضوع آخر ولكن بعد هذا الفاصل القصير. في فقراتنا التالية نتحول إلى صحيفة الجارديان البريطانية التي تركز على مأساة مئات الآلاف من النازحين من إدلب، وذلك بسبب القصف السوري والروسي وتقدم القوات السورية وتصاعد التوتر مع التدخل التركي هناك، وهو وضع سيبحثه مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم. فتقول الصحيفة: المركز الذي شنته قوات بشار الأسد وحليفته روسيا وعلى هجوم أرضي ساحق أدى إلى إفراغ بلدات بأكملها شمال غربي محافظة إدلب، دفع أعدادا هائلة من المدنيين إلى الفرار شمالا نحو الحدود التركية. وتتطرق الصحيفة إلى التوتر بين أنقرة ودمشق في أعقاب إرسال قوات تركية إضافية إلى محافظة إدلب والتهديد الذي وجهه الرئيس التركي للقوات السورية هناك. فتقول: لقد هدد الرئيس أردوغان قوات الحكومة السورية بأنها إن لم تنسحب وراء خط إطلاق النار السابق بحلول نهاية الشهر الجاري فإن تركيا ستشن عملية عسكرية جديدة. ويبدو أن تصعيد أنقرة لهجتها حيال قوات دمشق يعكس توتراً مع شركتها روسيا فيما يتعلق بالاتفاقات الخاصة بمناطق التهدئة في إدلب. فتقول الصحيفة: لقد أكد أردوغان المهلة النهائية الموجهة لدمشق في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الداعم الأساسي للأسد. لقد شكل العنف الأخير اختباراً للعلاقة الهشة بين أنقرة وموسكو وهما الراعيان الأساسيان للصراع في سوريا. وتستطرد الصحيفة في التعليق على أوضاع المدنيين بسبب القتال المستعر وأيضاً تطورات التوترات الأخيرة. فتقول الصحيفة: لقد عرض العنف سكان محافظة إدلب وعددهم نحو 3 ملايين لخطر تقول منظمات الإغاثة الإنسانية أنه سيشكل أسوأ أزمة إنسانية تشهدها سوريا، وهناك نحو 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا وهي غير راغبة في فتح حدودها لاستقبال المزيد منهم. إلى
إذا أعود من جديد إلى ضيفي من بيروت الكاتب الصحفي السيد سعد كيوان. سيد سعد، إذا هي موجة نزوح ربما هي الأكبر منذ بدء الصراع، إلى أين تتجه الأمور الآن في إدلب؟ يعني المعركة في شمال سوريا هي معركة في عمقها، هي معركة موازين قوى وكباش يدور حول، يعني يتقدم الجيش السوري أولا بغطاء جوي روسي، وبالتالي يتقدم نحو مواقع من غرب حلب، يحاول التقدم نحو شرق إدلب، يعني نحو مواقع الجيش التركي. إذن فبالتالي المواجهة ليست بين الجيش السوري عمليا وبين الجيش التركي، إنما هي لأنه الجيش السوري وبالتالي يعني النظام السوري وهو عمليا أصبح في يد يعني في يد بوتين، وبالتالي هي مناورة يعني يقوم بها الطرف الروسي يعني لإفهام التركي أنك يعني أنك لك دور حق يعني التواجد إذا جاز التعبير، أو حق يعني في 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 منطقة آمنة عازلة على الحدود التركية السورية، ولكن ليس أكثر من ذلك. وبالتالي لكن هذا الكباش، لكن الأتراك سيد سعد هددوا باستهداف قوة النظام السوري، في حال فعلا نفذ هذا التهديد هل نتوقع ربما مواجهة مباشرة بين الأتراك سوريا فروسيا؟ لا أعتقد ذلك، لأني كنت عم بحاول قول أنه هذا هي بتقديري مناورة، يعني يحاول الروسي أن يفهم التركي بطريقة غير مباشرة أن يلزمه ضمن حدود معينة بدوره العسكري، أكيد بدليل أن هناك تواصل مستمر. وهذا أمس تكلم أردوغان مع بوتين وقال له أنه يعني لا يسمح بأن يتمدد الجيش السوري أكثر من ذلك. بالتالي الأمور يعني لا أعتقد ستذهب إلى مواجهة، وإنما يعني هذا الدور. وبنفس الوقت اسمح لي قول، بنفس الوقت أن الروسي والتركي عليهما أن يتنبها أيضا، وهذا أيضا رجل آخر لهذه اللعبة وهذه المناورة يتنبها أيضا للحضور والدور الأمريكي العسكري الأمريكي في الوجه الآخر هنا. يعني سيد سعد، نتحدث هنا على الوجه الآخر وهو الأكثر تضررا عن المدنيين، يعني 3 ملايين مدني معرضون للخطر أمام هذه المواجهات. هناك جلسة لمجلس الأمن اليوم، ما المتوقع منها؟ يعني المتوقع طبيعة الحال أن يكون هناك موقف من الأمم المتحدة، مجلس الأمن، يعني هذا ليس يعني هذا دوره غير دوره وحساباته ومصالحه، أن يكون له دور على الأقل موقف إنساني، يعني يدين هذه ويطالب يعني الجيش السوري يعني وقف هذه. يعني تعود مجلس مع الأسف يعني الجيش السوري على مثل هذه المجازر، ولكن على 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 المجلس الأمن على الأقل أن يعني يكون واضحا أيضا تجاه يعني الروسية التي نعم. هي تغطي نعم هي من يغطي يعني عسكريا جويا عسكريا الجيش السوري، وإلا لا يمكن نعم لا يتمكن الجيش السوري من التقدم بتحقيق هذه المكاسب على الأرض. تفضل بالبقاء معي سيد سعد، سأعود إليك في الحديث عن موضوع آخر ولكن بعد هذا الفصل. إذا ننتقل إلى شأن دولي آخر يتعلق بنظر توتر بين الولايات المتحدة وروسيا. تنقل حيثياته مجلة نيوزويك تحت عنوان لا مناص من رد الروسي على التحركات العسكرية الأمريكية على حدودنا، فتنقل عن وزير الخارجية الروسي تحذيره في صحيفة روسية يقول فيها بطبيعة الحال لا مناص من الرد على مناورات حلف الأطلسي التي سيجريها بعدة دول أوروبية محاذية لروسيا، والتي ستشمل أكبر نشر للقوات الأمريكية في أوروبا منذ 25 سنة. تسهب الصحيفة فيما جاء في تصريحات سيرجي لافروف بشأن الرد على هذه المناورات الغربية المزمعة، فتنقل عنه قوله لا يمكننا تجاهل هذه العمليات، هؤلاء الذين يسعون طبعا الاستفزاز بهذا النهج غير المبرر على الإطلاق يريدون ردا حتى يستمروا في تصعيد التوتر. لكن يجدر الترويه لأن أي استجابة من قبلنا لتهديدات الناتو لأمننا تقتصر حصرا على أراضينا مثل كل أسلحتنا النووية، على عكس الأسلحة النووية الأمريكية. تفصل نيوزويك في هذه المناورات الأطلسية الضخمة التي تثير سخط الروس، فتقول معظم المناورات ستجرى في مايو
ويونيو المقبلين. سيشارك فيها زهاء 36 ألف جندي، بينهم 25 ألف أمريكي في أنحاء ألمانيا، بولندا، إستونيا، ولاتفيا وليتوانيا. وتستضيف أو تستفيض الصحيفة في بعض خلفيات التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، فتقول هناك دول مثل إستونيا، لاتفيا وليتوانيا تشعر بالقلق من سعي روسيا لتأكيد نفوذها عبر الحدود. وقد تنامى هذا القلق مع ضم القوات الروسية شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ودعم الانفصاليين شرقي أوكرانيا. لقد انسحبت واشنطن من اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى العام الماضي، متهمة روسيا بتطوير صواريخ متوسطة محظورة، وهو ما مهد لكلا البلدين نشر صواريخ متوسطة لم يسبق نشرها في أوروبا. نعود من جديد إلى ضيفي من بيروت الكاتب الصحفي سيد سعد كيوان. إذن سيد سعد، مناورات لحلف الناتو سيجريها في عدة دول أوروبية قريبة من روسيا، برأيك كيف ستكون طريقة تعامل روسيا مع هذه المناورات؟ أولا دعني أقول أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها هذه المناورات الحلف الأطلسي على تخوم يعني روسية الاتحادية، وهذه الأمور يعني لها عشرات السنوات، يعني هذا عملية تقدم القضم ومحاولة تطويق يعني روسية من قبل الحلف الأطلسي. ولكن في نفس الوقت بقيت الأمور يعني ضمن يعني مضبوطة وضمن يعني سياق العلاقات يعني المد والجزر بين يعني ناتو حلف الناتو وروسيا. اليوم يعني بتقديري هذا الضغط يعني القريب خلال الأشهر المقبلة هو أيضا يدخل ضمن بتقديري مناورات التي تجريها الإدارة الأمريكية، وتحديدا يعني ترامب، يعني في عملية ضغط يعني عملية ضغط متعددة الأطراف على الطرف الروسي، سواء بالنسبة لي يعني موقفه من أوكرانيا أو بالنسبة لي يعني دوره على المستوى، هو كان يريد أن يحصل ترامب من الروس تواطؤ الروسي بما يخص يعني عملية يعني الامبيتشمنت والكونغرس في الولايات المتحدة. هذا الأمر يعني انتهينا طيب منه. والآن طيب سيد سعد، أنت ذكرت أن هذه المناورات بالنسبة لأوكرانيا وأيضا بالنسبة للشرق الأوسط بتقديري ليست الأوسط الأولى على تخوم روسيا، لكن روسيا يعني حيال هذه المناورات أبدت قلقا واسعا، برأيك لماذا هذا القلق؟ مما تخشى روسيا؟ يعني لابد ان تخشى روسيا يعني اي عمليه يعني ضغط عسكري من قبل يعني حلف عسكري اخر معادي او خصم، يعني هذا الامر يعني امر يعني شبه واضح. ولكن يعني تخشى اليوم، تخشى لان طبعا الوضع الروسي على الاقل الداخلي الاقتصادي ليس بجيد، وبالتالي الوضع يعني السياسي بداخل يعني روسيا كمان ايضا ليس غير مريح لبوتين الذي يحاول ان يعيد تركيب السلطه يعني واختلاء واختراع يعني بدائل يعني تبقيه بشكل او باخر داخل السلطه، وبالتالي على ممسك زمام القرار. ولكن هذا الامر يبدو انه لم يعد فعلا هو سهل يعني سهل في المتناول كما كان يحصل في السنوات الماضيه. يعني هناك وضع روسي يعني الاقتصادي ضاغط، وبالتالي كل هذه الضغوط تؤثر طبعا على وضع الداخلي، وهذا ما يقلق طبيعة الحال يعني روسيا التي أصبحت يعني أو يطمح بوتين أن يتحول إلى يعني إلى إمبراطورية جديدة. هو متوسع في الشرق الأوسط ومتوسع، يحاول الآن في ليبيا أيضا في المقلب الآخر يعني. نعم، من شكرا أفريقيا سيد، يحاول أيضا في محيطه، وبالتالي كل هذا يجعله طبعا يعني سهل يعني التأثير يعني نعم. التأثر بما يجري حولها. وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر من بيروت الكاتب الصحفي يا سيد سعد كيوان، شكرا جزيلا لك. انتقل إلى صحيفة الديلي ميل التي تتناول خطرا يحذر منه خبراء التقنية بشأن فجوة أمنية في تطبيق واتساب للتراسل الفوري، فتقول هنا لقد اكتشف خبراء أمن المعلومات نقطة ضعف في تطبيق واتساب تتيح لقرصان ما حيدخل ملفات خاصة على كمبيوتر المستخدم. تفصل الصحيفة في هذا الخطر الذي تقول الشركة إنها اكتشفته وعالجته قبل أكثر من شهر، فتقول اكتشف الخبراء أن الخطر يمكن أن يؤثر في المستخدمين الذين يستعملون هاتف آيفون في حال اقترانه مع واتساب
عبر الإنترنت، وهو ما يتيح تجاوز إجراءات الأمن العادية ويسمح للقرصان بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو أيضا، وحتى التلاعب بنصوص الرسائل. أخيرا من موقع سكاي نيوز عربية على الإنترنت، منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن عقاقير كورونا. في تفصيل الخبر، قد يمثل هذا الخبر صدمة لكثيرين. قلت منظمة الصحة العالمية من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير مبتكرة يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد. جاء ذلك بعدما ذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني أن فريق أبحاث في جامعة تشينغ يانغ اكتشف عقارا فعالا لعلاج الفيروس. كما أفادت تقارير إعلامية بأن باحثين حققوا تقدما كبيرا في ابتكار لقاح. وتعليقا على هذه الأنباء، قالت منظمة الصحة العالمية لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا الفيروس. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية. ويقول خبراء أن خصائصه لم تتضح بعد، بما في ذلك معدل الوفيات الناجم عنه وأيضا طرق انتقاله. نهاية برنامج الصحافة بريس لهذا اليوم، نلتقي غدا، إلى اللقاء.